منار إبراهيم الوكيل. منار منار مش هتفرق، المهم الزغاليل، المهم دول حبايبي دول. وريني بقى، وريني جمالك. تعالي يا حلوة. يخرب بيتك وانت كل صورة بطاق، وجيبوا اللبس ده كله منين يخرب بيوتكم؟ الله 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 الله، ايه الحلاوة دي؟ وربنا اني احلى منك، بس قلته. يخرب بيتك شبه الخالق الناطق. دول أحلى عرسان في الدنيا. ألف ألف مبروك يا عمر يا حبيبي. الله يبارك فيك يا حبيبي. ألف مبروك يا هند، تجنني. ثانك يو يا حبيبتي. ممكن أتصور معاكوا؟ طبعا طبعا. ألف مبروك، ربنا يسعدكوا يا حبيبي. إنما يا جماعة بقى، القمر دي غادة أخت العروسة. سارة صاحبتي الأنتيم وحبيبتي. شريف جوزها. مبروك، ربنا يسعدهم. يا رب يا رب يا شريف. ألف مبروك يا روحي. الله يبارك فيك يا حبيبتي. الله يبارك فيك. ألف ألف مبروك. الله يبارك فيك. أخوك ليه؟ تعالى عشان خليك سارة مالهم. انت فعلا انسان حقير. بص يا حبيبتي، انا فاهمك، دي قريبة هند عروسة اخوكي، وبعدين اتزنقت وعايز تدخل الحمام، فما كانش ينفع اسيبها يعني لغاية ما وصلها الحمام وهي ما تعرفش المكان وضيفة عندنا يعني. لا انا فاهمة كل حاجة، من فضلك تلم هدومك وتسيب البيت وتمشي، انا مش عايزة فضايح. ممكن تنزلي بس البتاع ده؟ انت فاهمة غلط يا منار. لا انا فاهمة صح، واي حد هيشوف الفيديو ده هيفهم صح. تفتكر اخوك العمده لو شاف الفيديو ده هيبقى رايه فيك ايه؟ من فضلك من فضلك يا زياد، طلقني طلقني، والا فضحتك هتبقى بكلامي. قلت لك نزلي الزفت ده. دي حاجه اخر فلالي. عرفنا ان انت اخوها يا عسليه، معلش اختك مش هتعرف ترد عليك، اصلها فلسعت. كنسلت برضه بقى شويه واكيد هتكلمك، يمكن تعمل حاجه. اتفضلي يا ستي. يا بنتي انا مش جايه الضيف، انا لازم اطير عشان عندي شغل بدري. هو انت كده دايما يا غاده؟ محدش يعرف يتهنى عليكي شويه؟ لا قولي لي يا غاده، هو انت ايه اللي مخليكي قلقانة على منار فجأة كده؟ مش غريبه دي؟ لا مش غريبه ولا حاجه، بس حلمت بيها حلم مش حلو خالص، وقلقت عليها، كنت عايزه اطمن عليها يعني، بس انا معيش رقمها عشان اكلمها. انت بتكتبي يا غادة؟ عمر عنده حق. في ايه يا غادة؟ في ان حسام عايز يطمن عليها عشان كلمته النهارده. كلمته؟ جننت دي ولا ايه؟ ده لو زياد شم خبر هيطين عيشتها. يا ريت محدش يعرف الكلام ده. اوكي عمر، منار اختك بقت ابنورمال، بجد لازم تشوف لها حل. يا فعلا بقى لها فتره مش طبيعيه، بس مش لدرجه اني اتكلم حسام. ما تتصوريش مكالمه النهارده عملت فيا ايه. انت رجعتيني للحياه تاني يا منار، انا من غيرك كنت ميت طول السنين اللي فاتت.
تتصوريش مكالمة النهاردة عملت فيا إيه. أنت رجعتيني للحياة تاني يا منور. أنا من غيرك كنت ميت طول السنين اللي فاتت. أنا محتاج أشوفك ضروري جدا. فلو سمحتي لما ظروفك تسمح إنك تكلميني أعملي كده فورا. باين انك كنت مدوراها يا عسلية. طبعا ما انت عايش على وش الفتة وانت حاسة بحد. إيه انت شايف الصورة دي؟ انا كنت عاملة اللون الاحمر ده، عايزاك ترجعهولي زي ما كان وهديك الفلوس اللي انت عايزها. ايوه بس ده هيحتاج شغل كتير. ما تشتغل يا اخوي ما تشتغل، واحنا ورانا حاجه اني قاعده معاك هنا للصبح. صوري ها حلوه جدا. حلو. وعايز ادهن اكلادور. اكلادور اللي بتحط في الصوابع. ثانيه سالكة بإذن رب.